أيه؟ احنا عندنا مساحات خير من الله. نعم. وعندنا ايادي عاملة خير من الله. نعم. بس ما عندنا ذمة وضمير. ما عندنا ناس تشتغل من كل قلبها. يعني احنا نحتاج 14 مليار شجرة. زين. اذا الشجرة بعشر تلاف رح يكتبوها 100,000. صح. ترى صار شيء مكشوف. صح. تمام لو لا؟ تمام التمام. تحكي على اهل المولدات والله 25,000. انت وين قاعدة ام فاطمة؟ وين قاعدة؟ احنا حي العدل. حي العدل ب 25,000؟ والله 25,000. اشتكيتي ام فاطمة لو لا؟ المشتكى لله. ونعم بالله. اشتكيتي؟ المشتكى لله. تعرف ليش؟ لان ناس حرامي ببطن حرامي. ابو المولدة اكو يجي غير واحد ينطي الغير واحد وهم حقه. يقول لك ذاك يريد مني وذاك يريد مني وناس يريد من الناس. هسه هذا الذهبي ب 25,000؟ طبعا 25,000. ها رحتي قلتي له يا ابو ليش؟ وش وقت سوا 25,000؟ حقه لان هي وين هالوطنية؟ زين هسه هي الدولة لو تاخذ هاي الفلوس من عندنا وتسوي بها الكهرباء مو احسن؟ خلي تصرف فلوس ببطن الدولة. المفروض. واحنا نشغل براحتنا ومتنعمين ولا هاي السموم الله يسمهم. زين ام فاطمة ايش وقت سوا ب 25,000؟ هي هسه بعد بدينا من شهر الخامس دفعنا احنا على 25. ها يعني من شهر الخامس تبدي 25. ايه دفعنا قبلها والله العظيم على 18 وعلى 20. حرام ما وصل يوم وصلنا 15. اخ يا ام فاطمه شكرا لك. زين هاي مو كلها سموم بالجو؟ مو كلها سموم بالجو؟ هو احنا بالاخير كنا نموت من ورا الحر والسموم.